ألمانيا عملت تطبيق جديد مهم جدا اسمه تطبيق التحذير من كورونا. التطبيق ده يساعدنا هنا في مجابهة كورونا، لأنه بيساعدنا في نشر التحذير والتوعية باستمرار، وفي نفس الوقت نقدر نحدد إذا كنا قد اختلطنا بشخص مصاب، وإذا كان هذا الاختلاط قد يشكل خطر انتقال العدوى لنا، لأن البرنامج بيقدر يحدد الأماكن اللي المصابين كانوا متواجدين فيها، وكمان الأشخاص اللي كانت متواجدة في محيط به مصابين ومعرضون للعدوى. يمكننا على هذا النحو وقف سلاسل العدوى بشكل أسرع. التطبيق ده طبعا خدمة تقدمها الحكومة الاتحادية الألمانية هنا مجانا واختيارية للمواطن، يعني أي حد عايز ينزله بينزله، واللي مش عايز ينزله ما بينزلوش. تنزيل التطبيق ده واستخدامه أمر اختياري تماما وسهل تماما، ومتاح في نفس الوقت مجانا في كل متاجر التطبيقات سواء أب ستور أو جوجل بلاي.